اهلا وسهلا بيكم يا شباب طلاب الفرقه الاولى القسم الهندسه الكهربيه. ان شاء الله النهارده هنعمل فيديو جديد، هيبقى ريفيجن على الميد تيرم. هنعمل كده مراجعه على ماده معمل تصميم منطق رقمي الديجيتال لوجيك ديزاين لاب، ونشوف ايه هي انواع الاسئله المختلفه اللي ممكن يجي لك حاجه شبهها في الايه في الامتحان. غالبا في عندنا 3 انواع من الاسئله. اول نوع من الاسئله ان انا اديك سيركت معينه، دايره معينه، واقول لك لو الانبوت بتوعك كذا الاوت هيبقى ايه. النوع التاني ان هو مثلا سيركت دي، واقول لك الدايره دي ايكويفالنت لايه، مكافاه لايه بالظبط. والنوع التالت ان انا اقول لك مثلا اسئله تقيس مدى فهمك لايه للجزء الثيوريتيكال او النظري. ان انا اديك شويه اسئله كده ان ايه نفهم منها انت فاهم نظري ولا لا. تعالوا نبدأ مع بعض ونشوف ايه شكل الأسئلة اللي عندنا. بيقول لك دي كده كانت تجربة عندك من ضمن التجارب اللي انت اشتغلتها في المعمل، اهي دايرة بالمنظر ده كده، وكان عندك هنا الانبوت بتوعك، عندك 2 سويتشز هنا، السويتش الاولاني والسويتش التاني، وده الاوتبوت بتاعي كان بيطلع لك على الايه ال سي دي. طبعا هنا هو هنا عامل ايه، هو هنا واخد ده كده السويتش ده اللي هو السويتش رقم واحد مطلعه معاك هنا، والسويتش التاني اللي هو ده واخده من هنا برضه مطلعه معاك، يعني ده كده كان السويتش الاولاني والسويتش التاني، وادي هنا ده الاوت. طبعا انا في الامتحان انا يهمني مين؟ يهمني الاوتبوت ده، انا مش هتكلم على سويتشات الانبوتس، ما انا خلاص الانبوتس انا ايه؟ انا حسب ما انا هقول لك عليهم، تمام؟ فانا اللي يهمني مين؟ يهمني الاوتبوت اللي طالع لي من الدايره ده هو ايه؟ فهنا تعالى نشوف السؤال اللي عندنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك وات از ذا اوتبوت of the following circuit if both switches are high. لما يقول لك both switches are high يبقى معنى كده ان انا عايز ايه؟ ان انا عندي الانبوت بتاعك ده هنا لوجيك 1 وده مين؟ وده لوجيك 1، تمام؟ تعال نشوف الدايره بتاعتنا كانت ايه. الدايره بتاعتنا عندك الانبوت الاولاني او السويتش الاولاني داخل على الانفرتر، فيبقى هنا ال1 ده بقى 0، وادي السويتش التاني داخل على الانفرتر تاني فبقى هنا بقى 0، تمام؟ خلي بالك انا عندي هنا ايه؟ انا عندي 2 اند جيت، يعني الاند جيت الاولانيه ادي السويتش الاولاني دخلها هنا دخل على الاند فبقى 0، والسويتش الثاني لوجيك 1 هنا يبقى 1 و0 يطلع هنا ايه مع الاند 0. هنا السويتش الثاني بقى 0 والسويتش الاولاني لسه 1 زي ما هو، هيطلع لك هنا كام؟ 0. 0 اورنج مع 0 هيطلع لي هنا كام؟ هيطلع لي هنا 0. يبقى انا كده اتبعت سير الايه الدايره كلها من اول ما دخلت الانبوتس لحد ما خرجت مين؟ اللي خرجت الاوت، فالاوت هنا هيطلع ايه؟ هيطلع 0. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. قال لك ايه؟ مديك نفس الدايره وقال لك وات از ذا اوت اوف ذا فولوينج سيركت اف بوث سويتشز ار ايه؟ ار لو. خلاص يبقى انت عندك هنا ده السويتش ده كان بزيرو والسويتش ده كان بزيرو، تمام؟ طيب لما نيجي هنا ده كده زي على الاند جيت الاولانيه، وادي الاند جيت الثانيه 0 دخل على الانفرتر بقى 1، وعندي ده السويتش التاني كان داخل هنا برضو 0، يبقى 1 و0 هيديني ايه؟ هيديني 0. طيب هنا السويتش التاني داخل هنا على الانفرتر فبقى ايه؟ بقى 1. وهنا ده السويتش الاولاني كان ب 0 فداخل هنا 0. 0 اندنج مع 1 هيديني 0، 0 اورنج مع 0 فهيديك هنا ايه؟ 0، يبقى الاوتبوت بتاعك برضو كان لو. طيب السؤال اللي بعد كده كان ايه؟ بيقول لك وات از ذا اوتبوت اوف ذا فولوينج سيركت، ومديك نفس الدايره برضو، وبيقول لك اف وان اوف ذا سويتشز از هاي اند ذا اذر از لو. يعني مثلا لو افترضنا ان الاولاني ده كان 1 والتاني كان 0، فعايز اشوف الاوتبوت هنا هيطلع ايه. طيب تعالى نمشي واحده واحده. لما نمشي هنا 1 دخل على الانفرتر بقى 0، وادي هنا 0، تمام؟ 0 اندنج مع 0 بتاع الاند جيت الاولانيه هيديك ايه؟ هيديك 0. تعال نشوف المسار الثاني. انا هنا ده كان 0 دخل على الانفرتر بقى 1، هنا بقى لوجيك 1، وادي السويتش الاولاني كان ب 1 بقى هنا ايه؟ لوجيك 1، فيبقى الاوت بتاع الاند جيت الثانيه هيديك ايه؟ هيديك هنا 1. طب 0 اندنج مع ال 1 يديك هنا ايه؟ لوجيك 1، يبقى الاوت بتاعك هنا هيطلع مين؟ هيطلع هاي. يبقى احنا ايا كانت الدايره اللي جات لك ايه احنا بنمشي بنفس السيكونس ده. انت المفروض الدوائر دي كلها معظمها انت اشتغلتها في المعمل وجربتها بايديك.
فايا كان شكل الدايره اللي هيجيلك، احنا نفس السيكونس اللي احنا عملناه ده بندخل الانبوتس ونشوف الاوت بتاعنا هيطلع ايه. تمام، فيبقى الاوت بتاعنا الشويس الصح هو مين؟ هو الهاي. طيب تعال نشوف الدايره او السؤال بعد كده، السؤال الرابع بيقول لك ايه؟ The following digital circuit diagram is equivalent to a gate. طب احنا اشتغلناها الدايره دي كلها، بص لما كانوا مختلفين طلع لي 1، ولما كانوا متشابهين طلع لي 0 0 0، او 1 1 طلع لي ايه؟ طلع لي 0. يبقى لما متشابهين ب 0 ومختلفين ب 1 هي دي انهي دايره؟ هي الاكس اور جيت. تمام، من قبل ما اتكلم على اي حاجه واحلل الدايره. طب لو انا حبيت احلل الدايره يبقى احنا كده عرفنا ان هي ايه؟ اكس اور جيت. من ايه؟ من الايه؟ من الانبوتس بتوعي والاوتبوت اللي كان طالع لي. طب تعالى هنا، هنا ايه؟ هنا الاند جيت دي عباره عن ايه؟ اندنج من ايه؟ اورنج. فلو احنا عايزين نحلل الدايره دي، اي دايره هتجيلك هتحللها بالمنظر ده. الايه داخل معاك على مين؟ على الايه؟ الانفرتر. فهنا هيبقى ايه بار، وهنا بي، وهنا ده كده بي بار، وده ايه. فيبقى الاول بتاع الاند جيت الاولانيه A بار اندنج B، والاو بتاع الاند جيت التانية A اندنج B بار. فده الاوت لما تعمل لهم اورنج هيبقى A بار اندنج مع ال B، اورنج A اندنج مع ال B بار. ده كده اللي هو مين؟ اللي هو الاكس اور جيت، اللي هو اكسكلوسيف اور. يبقى عندك هنا الاول بتاعك ده مين؟ الاكس اور جيت. ايا كان الدايره اللي هتجيلك هتحللها بنفس الطريقه كده لغايه لما توصل للاوتبوت بتاعك، وتشوف الاوتبوت بتاعك الفانكشن بتاعته دي مكافاه لانهي جيت عندك. دي كده ده تاني نوع من انواع الاسئله اللي ممكن تجيلك، ان انا اجيب لك دايره واقول لك الدايره دي تكافئ ايه. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف الايه؟ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مديك دايره بالمنظر ده اهي، عندك هنا باتري، باتري قديم موجب ودي السالب بتاعها. تمام، فيبقى انت عندك هنا الكرنت بتاعك او التيار بتاعك هيمشي بالمنظر ده كده، هيمشي في مقاومه وبعد كده ماشي هنا. ده الليد، الليد دي هنا الرجل الطويله بتاعتك دي البوزيتيف، والرجل القصيره اللي هي مين؟ اللي هي النيجاتيف. تمام كده، فيبقى انت عندك هنا في فولتج دروب ما بين البوزيتيف والنيجاتيف اللي هو مسميه مين؟ اللي مسميه في اف. وبيقول لك بقى ان انت عندك ايه؟ In the following circuit diagram if الباتري دي 5 فولت، 5 فولت دي سي. تمام، وبيقول لك ال في اف ده 0.7 فولت دي سي، وبيقول لك الريزيستنس دي 200 اوم، 200 اوم. فعايز يقول لك الفاليو بتاعت الكرنت ده كام؟ الاي ده بيساوي كام؟ هتقول لي سهله، هاجي اقول لك الفولت بتاع الار ده اللي هو الفي ار بيساوي مين؟ هيساوي الكرنت اللي ماشي فيها اي مضروب في الار. تمام، اللي هو الفولت اللي هو هنا بوزيتيف نيجاتيف في ار، اللي هو الكرنت اللي ماشي مضروب في مين؟ في الار. انا عندي الار بس ما اعرفش الاي وما اعرفش الفي ار. طب الفي ار ده اجيبه ازاي؟ الفي ار ده هيساوي مين؟ هيساوي الفولتج بتاع الباتري اللي هو الفي ناقص مين؟ ناقص الفي اف. يعني هيساوي كام؟ هيساوي 5 ماينس بوينت 7، يعني هيساوي 4.3 فولت. تمام كده؟ تمام. طيب الفولت ده انا عارفه كده، انا عرفته خلاص الفي ار بقى بكام؟ ب 4 4.3 فولت، وعارف كنت الار ب 200، يبقى الاي هيساوي كام؟ يبقى الاي هيساوي 4.3 هقسمه على كام؟ على ال 200. طيب تعالى نشوف الكلام ده هيساوي كام؟ هيديك، نجيب هنا كالكوليتر 4.3 اروح قاسمه على ال 200 فيديني كام؟ يديني الرقم ده كده بس بالمين؟ بالامبير. طب انا اروح جاي ضارب في 1000 اجيبه بالايه؟ بالملي امبير. اهو 21.5 ملي امبير، يبقى ده كده مين؟ 21.5 ملي امبير. هو مديك نفس الرقم مره بالامبير مره بالملي امبير مره بالمايكرو امبير.
فيبقى انت عندك الاوت بتاعك، الناتج بتاعك الصح او التشويس الصح اللي هو ايه 21.5 ملي امبير. طيب تعال نشوف السؤال السادس. بيقول لك the summing output of half adder or full adder are designated by which of the Greek symbols. عندك الصم، احنا قلنا الهاف ادر او الفول ادر، تعال نتكلم مثلا عن الفول ادر. كان بيدخل لك الاي والبي والسي انبوت، دول كده داخلين لمين؟ للفول ادر. يخرج منه حاجتين، حاجه اسمها الصم وحاجه اسمها الكاري، كاري اوت. الصم ده كان اسمه ايه؟ هو الشكل ده كنا مسمينه ايه؟ كنا مسمينه سيجما. يبقى ده كده بالرمز اللي هو الجديد كان اسمه ايه؟ اسمه سيجما، اللي هو الشكل ده. ده اسمه ايه؟ اسمه سيجما. طيب the logic function of the sum output of the half adder. The logic function ايه اللي بعمل بيه الصم؟ هل هو الاند ولا exclusive or اللي هو الاكس اور، ولا exclusive نور اللي هو الاكس نور، ولا النان؟ طبعا هي مين؟ هي الاكس اور. طيب the binary adder is designated to add two binary numbers at the same time. الكلام ده صح ولا غلط؟ اتفقنا دلوقتي طالما قال لي binary number، binary number يعني بجمع رقمين نمبري، يعني رقمين binary. binary adder بيجمع ايه؟ رقمين binary. هنا في الحاله دي طالما قال لك binary adder هو ما حددلكش اللينس بتاع كل ايه؟ بتاع كل رقم. وبالتالي الرقم ده ايه؟ كلمه binary دي تشمل ان السايز بتاع الرقم بتاعك ده ايا كان هو ديجيت واحده ولا اتنين ديجيتس ولا 3 ديجيتس ولا ايا كان السايز بتاعه كام. وبالتالي هو هنا بيجمع ايه؟ بيجمع رقمين باينري، فالرقم فالجمله دي جمله ايه؟ جمله ترو. طيب لو انا استبدلت كلمه باينري دي وحطيت مكانها ايه؟ هاف ادر او فول ادر، هتفرق؟ اه هتفرق، لان لو قلت لك هنا هاف ادر فيبقى انا بجمع ايه؟ 2 ديجيتس وفقط، تمام. لو بجمع فول ادر، لو حطيت هنا فول ادر مكان باينري ادر يبقى بجمع ايه؟ 3 ديجيتس وفقط، زي ما اتفقنا دلوقتي. هنا الهاف ادر الفول ادر بيجمع ايه؟ الديجيت بتاعت الرقم A، الديجيت بتاعت الرقم B، الديجيت بتاعت مين؟ بتاعت السي ان. طب لو هاف ادر انا بجمع الـ A والـ B بس ديجيت واحدة في كل مرة، تمام؟ لكن باينري ادر هو هنا ممكن يقصد لو انا عندي بجمع رقمين كل رقم فيهم 3 ديجيتس، فيبقى انا في الحالة دي هيخرج الكاري من هنا سي اوت داخل في الفول ادر اللي بعده، هيخرج الكاري اللي هنا داخل في الفول ادر اللي بعده، ويبقى انا هنا بجمع مين؟ هنا مثلا سي انبوت اول مره، وادي هنا الاي نوت، وادي البي نوت، اي 1 وبي 1، اي 2 وبي 2. انا هنا بجمع رقمين باينري اهو، والسايز بتاعهم في المره دي كام؟ كان كل رقم مكون من 3 ديجيتس 3 خانات، وبالتالي هيطلع لي هنا الصم 0 والصم 1 والصم 2 واخر كاري قلنا بنسميه ايه؟ الموست سيجنيفيكانت بتاع الصم، يبقى صم ايه؟ صم 3. وبالتالي كلمه باينري ادر هنا شامله ان انا شغال بارلل ادر بس ايا كان السايز بتاعه قد ايه انا ما حددتش، فكلمه باينري عندي هنا تشمل اي سايز، وبالتالي الجمله دي جمله ايه؟ جمله صحيحه. لكن لو انا اتكلم على فول ادر يبقى انا بتكلم على فول ادر واحد بس، يبقى انا هجمع ايه؟ مسموح لي ان انا اجمع 3 ديجيتس، ممكن ديجيت من الرقم الاولاني وديجيت من الرقم الثاني وديجيت سي ان، او ان انا اجمع 3 ديجيتس لايه؟ لثلاث ارقام مختلفين، تمام كده؟ ده لو مين؟ لو فول ادر. طب لو هاف ادر يبقى انا مسموح لي ان انا اجمع 2 ديجيتس فقط. يبقى ناخد بالنا من الكلام او الصيغه اللي ممكن تجي لك في مين؟ في الامتحان، تمام. طب تعالى نشوف السؤال التاسع. هاو ميني اند اور اند اكسور جيت are required for configuration of the half adder. هو هنا بس في حاجه متبدله، يعني دي المفروض تبقى 101، تمام. هو قال لك ايه؟ عايز عدد الاندز، عدد الاور، وعدد الاكس اور جيتس اللي موجوده عشان تعمل كونفيجريشن لمين؟ للهاف ادر. طب انتوا فاكرين الهاف ادر كان بيتكون من ايه؟ اه عشان اعمل صم ما بين 2 ديجيتس الاي والبي كنت بستخدم اكس اور جيت، وعشان اعمل الكاري كنت بستخدم اند جيت اللي هو بالمنظر ده. يبقى الصم بتاعك كان الاي اكس اور بي، هما الاثنين ديجيتس اللي داخلين لي،
والكاري كان هو مين؟ الـ A ending مع الـ B. يبقى انا هنا عندي مين؟ عندي واحدة في الـ AND، وعندي 0 في الـ OR، وعندي واحدة في الـ XOR. يبقى الأول بتاعي هو مين؟ هو الـ بتاعي الصح 1 0 1. طيب the basic two types، النوعين الأساسيين of the other circuits are ايه؟ هل سم اند كاري؟ لا. السينكرونس اند سينكرونس؟ لا. الهاف اند فول اذر؟ اه هم دول. تمام، يبقى انا ما عنديش غير هم نوعين اتنين في الاذر، الهاف اذر والفول اذر. طيب السؤال 11 بيقول لك عندك اند جيت، والاند جيت دي ليها اربعه انبوتس. تمام، سهله وبعدين رايح كده رسمت اند جيت وليها اربعه انبوتس. تمام كده، تمام. One input is high، واحد منهم هو one، والباقيين ايه؟ الباقيين other C's are low، اهو صفار zeros. الاوتبوت هيطلع ايه هنا؟ هتقول لي سهلة، ending واحد ending مع zeros هيديني ايه؟ يديني zero. يبقى الاوتبوت بتاعك هيطلع مين؟ هيطلع low. طيب half other can be combined، ال half other ممكن اجمعه to form a full other with no additional gates. يعني انا ممكن فول اذر، اتفقنا احنا عملنا الكلام ده في المحاضره. ادي عندي هاف اذر الاولاني والهاف اذر الثاني. تمام، كنت بعملهم، كنت بستخدم ايه معاهم؟ بستخدم اور جيت. اور جيت عشان اطلع مين؟ عشان اطلع الايه؟ الكاري. تمام، وبالتالي الجمله دي جمله ايه؟ جمله فولس. الفول اذر adds ايه؟ هل 2 بت باينري نمبر؟ اتفقنا لا، الفول اذر اهو جاي هنا كده، عندي ال A وال B وال C N، وبيخرج لي مين؟ السيجما والكاري. تمام كده، فهل هو بيجمع لي اتنين كل واحد رقمين كل رقم فيهم اتنين بتس؟ لا، ده كده غلط. بيجمع لي 2 4 بت باينري نمبرز؟ لا، كل رقمين كل رقم فيهم 4 بت؟ لا. 2 سنجل بتس اند 1 كاري؟ اهو 2 سنجل بتس اند 1 كاري، الجمله دي صح. 2 باينري؟ لا طبعا، انا ما بجمعش رقمين كل رقم فيهم 2 باينري، ده برضه دي جمله ايه؟ جمله غلط. يبقى هو بجمع في كل مره 2 ديجيتس، يعني رقمين كل رقم فيهم ديجيت واحد بس مع السي ان. طيب السؤال 14، in which operation carry is obtained، في انهي عمليه من دول الكاري اقدر احصل عليه؟ هل subtraction؟ لا، subtraction انا بحصل على ايه؟ الحاجه اسمها بورو. addition؟ اه الاديشن معايا. multiplication؟ لا. البوس اديشن subtraction؟ لا. يبقى هو مين؟ هو الاديشن. بيقول لك سؤال 15، one way of thinking to make subtraction operation a minus b using 4 bit adder، هل اعمل inverting للاوتبوت ولا انفرتنج للكاري ان ولا انفرتنج للبي انبوت ولا جراوندنج للبي انبوت؟ لا، هو احنا بنعمل انفرتنج للبي انبوت ده، وبنعمل معاه ايه؟ يبقى انا انفرتنج ده جبت الوانز كومبلمنت وبجمع عليه ايه؟ وبجمع عليه 1، يبقى انا عملت عمليه مين؟ عمليه الطرح بتاعتي. السؤال 16 بقى بيقول لك ايه؟ an OR gate has four inputs. تمام، ادي OR gate وليها four inputs، واحد اثنين ثلاثة أربعة. one input is high and other three inputs are low. تمام، بيقول لك الاوتبوت هيطلع ايه؟ واحد اورنج مع زيروس هيطلع ايه؟ هيطلع واحد، وبالتالي الاوتبوت عندك هنا هيطلع مين؟ هيطلع اوت. طيب تعالوا نركز بقى في السؤال ده، السؤال ده حلو. For the gate in the given figure، عندك اكس نور، تمام، ومديك هنا input digit اسمه ايه وجراوند زيرو، يعني ايه مع الزيرو، وطلع لك هنا الايه؟ الاوتبوت ده هو عايزه. طبعا الايه ده انا ما اعرفوش، بس احنا نقدر نعرف البيزك فانكشن بتاعت مين؟ الاكس نور. الاكس نور كانت شغاله ازاي؟ الاكس نور المختلفين بزيرو والمتشابهين بواحد. الاكس نور عكس مين؟ عكس الاكس اور. الاكس اور احنا كنا بنقول مختلفين بواحد ومتشابهين بزيرو. يبقى هنا
المختلفين، المختلفين هيديني ايه؟ هيديني زيرو، والمتشابهين هيديني واحد. يبقى انا لو افترضت هنا الايه ده كان بزيرو، تمام، زيرو وزيرو اصبح ايه؟ متشابهين، صح؟ المتشابهين هناك في الاكس اور كان بكام؟ كان بزيرو. هنا المتشابهين في اكس اور هيديني ايه؟ هيديني 1. طيب لو هو كان ب1 مختلفين يبقى هيديني هنا ايه؟ هيديني هنا زيرو. طيب انا في الحاله دي عملت ايه؟ الزيرو بقى 1 وال1 بقى زيرو، يبقى الاول عندي هنا هو ايه؟ هو الاي بار، ان انا عكست الانبوت، صح كده؟ يبقى الاكس نور لو عندي الديجيت ده معمول له اكس نور مع الجراوند مع الزيرو، الاول بتاعي هيطلع مين؟ هيطلع الاي بار. يبقى انت عندك الاول بتاعك هنا هيطلع مين؟ هيطلع الاي بار. طيب تعالوا نفكر بتفكير تاني، يعني ايه لو الرسمه دي كانت اكس اور، اهي اكس اورنج كده، وادي عندك هنا الديجيت ايه، وادي ده جراوند، الاوتبوت هنا كان هيطلع ايه؟ بايولوجيك انت هتقول لي ان هو ايه؟ عكس ده، فيطلع ايه؟ يطلع ايه؟ طب تعالى نحسبها بس نعرفها جت ازاي. لو هي ده ب1 ولو ب0، لو ب1 مختلفين هيديني ايه؟ هيديني 1. طيب لو متشابهين اصفار هيديني 0. يبقى هنا في الحاله دي هيديني ايه؟ هيديني الاي. يبقى احنا كده نثبت القاعده، الاي ايا كان الديجيت ده 1 او 0، اكس اورنج مع زيرو هيديني هو نفسه، الاي اكس نورنج مع زيرو هيديني ايه؟ هيديني الاي كومبلمنت. طيب تعالوا نكمل بقى نشوف سؤال تاني. كل ده ماشي تحت منطلق ايه؟ ان انا بديك دايره وبديك الانبوتس واقول لك الاوت عامل ازاي. عندك حاجه بالمنظر ده كده، عندك هنا الناند جيت داخل لها الاي والبي، وداخل لها الاوت بتاع النور جيت دي. طيب الاي وبي، قال لك الاي ب1 والبي 1 والسي كان بزيرو والدي بزيرو، الاوتبوت واي ده هيساوي ايه؟ هتقول لي سهل، تعال نمشي واحده واحده. زيرو نور مع زيرو، الاور زيرو مع زيرو بواحد، طب النور بتاعها يبقى ايه؟ يبقى زيرو، صح كده؟ طيب زيرو اندنج مع وانز هيديك هنا ايه؟ هيديك هنا زيرو، تمام؟ يبقى الواي هنا هيطلع كام؟ هيطلع زيرو. يبقى انت ايا كان الدايره اللي هتجيلك في الامتحان هتمشي واحدة واحدة معاها، الموضوع سهل جدا، والدايرة مهما كان شكلها سهلة جدا، الموضوع مش صعب، انت كل القصة ما تتخضش وامسك واحدة واحدة، حط الانبوتس وامشي واحدة واحدة. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد منه. بيقول لك الانبوتس بتوعك A B C، مديك الويف فورمز بتاعتها اهي، ومديك انترفالز من بداية من 0 1 2 3 4. بيقول لك الانبوتس A B C of the given figures اللي هم دول اللي هو الويف فورمز دول are applied to a 3 input NOR gate. يبقى انت عندك نمشي واحده واحده بقى كده، NOR gate، وعندك هنا ال A وال B وال C. The output will be، تعال نمشي واحده واحده، NOR gate دي معناها ايه؟ معناها الانفرتر بتاع ال O، صح كده؟ صح. يبقى تعال نمشي واحده واحده، زيرو زيرو، تعال نمشيها، ادي انفرتر، ادي اول بيريود انترفال، تاني انترفال، الانترفال اللي بعدها، وادي الانترفال الاخير. زيرو نور مع زيرو نور مع زيرو، في الاور كان يديني زيرو، الانفرتر بتاعها يبقى ايه؟ يبقى واحد. طيب هنا 1 نور مع زيرو نور مع زيرو، فالمفروض لو هي اور كانت تديني واحد، يبقى الانفرتر بتاعها كام؟ زيرو. طيب 1 نور مع 1 نور مع زيرو، هما هنا لو هي كانت اور فكان كلهم يبقوا وانز، اهي 1 اورنج مع 1 اورنج مع زيرو كانت تديك 1، بس هي نور فيديك هنا ايه؟ تديك زيرو، تمام؟ طيب هنا 1 نور مع 1 نور مع 1 هيديك ايه؟ هيديك زيرو. تعال نشوف بقى الاختيارات، يقول لك هاي فروم 1 فروم 4 تو 0، لا، هل هي كلها وحايد من 4 ل 0؟ لا. لو فروم 0 تو 4 كلهم اصفار؟ لا. هاي فروم 0 تو 1 اهي من 0 تو 1 هاي، صح، وبعدين بعد كده لو فروم 1 تو 8 تو 4، طبعا الاختيار ده هو الايه؟ هو الصح. طيب لو جينا للسؤال 19، 4 ا 4 بت بارل الادر، عندك 4 بت بارل الادر، يبقى انت عندك 4
فول ادرز، والكاري اوت بتاع الفول ادر الاولاني داخل على كاري ان بتاع الفول ادر التاني وهكذا. if the carry in is connected اللي هو اول carry in خالص بتاع اول full order is connected to logical high اللي هو logic 1 the result is the carry out will be always high c out يبقى دايما 1 لا ما تكونهاش the same as if the carry in is tied low since the least significant carry in is ignored لا طبعا انا اولا ما بعملش ايه ما بعملش ignore للcarry in تمام وبرده مش هيبقى دايما بايه بزيرو لا a one will be added to the final result اه طبعا عشان اتفقنا دلوقتي ان انا بعمل ايه انا بجمع الكاري ان على الصم بتاعي يبقى انا هنا واحد هيبقى ايه هيبقى الجمع على نتيجه الجمع بتاعي اللي هو الصم الجمله دي جمله ايه جمله صح طيب بيديك دايره اللطيفه دي تمام ومديك هنا الاكس داخل على الاكس اور هنا وداخل الاكس اور يعني الاثنين انبوتس بتوعك هنا اكس يعني هنا اكس وهنا اكس وعايز الاوتبوت بتاعك اللي طالع وادي هنا ده اكس برضو وادي هنا ايه وادي هنا اكس يبقى الاكس داخل معايا في اول اكس اور جيت على الاثنين انبوتس بتوعها وداخل في انبوت على الاكس اور جيت الثانيه مع الاول بتاع الاكس اور جيت الاولانيه وداخل انبوت على الاكس اور جيت الثالثه مع الاوتبوت بتاع الاكس اور جيت الثانيه عايز كنترول وورد هتقول لي سهله ازاي يا دكتور مش شكلها صعب لا مش صعبه سهله دول هنا اكس ايا كان قيمه الاكس دي 1 او 0 ما اعرفش بس الاثنين هنا طالما اكسات يبقى الاثنين متشابهين الاول بتاع الاكس اور يطلع ايه يطلع 0 عشان اتفقنا لو الاثنين متشابهين الاول بتاع الاكس اور ب 0 تمام هاجي هنا زيرو مع الاكس لسه احنا عاملينها من شويه قلنا زيرو مع الاكس هيطلع ايه هيطلع هو نفس الاكس جت ازاي قلنا لو الاكس ده بصفر يبقى صفر اورنج مع صفر متشابهين يطلع صفر يبقى هو نفس الاكس طب لو الاكس ده بواحد اكس اورنج سوري اكس اورنج مش اورنج اكس اورنج مع الصفر هيطلع ايه مختلفين فيطلع واحد يبقى هو نفس الاكس يبقى يطلع لك هنا مين يطلع لك هنا اكس يبقى اكس اكس اورنج مع الزيرو يطلع لك هو مين هو الاكس اكس اكس اورنج مع الاكس يديك هنا ايه يديك زيرو يبقى الاول بتاعك هنا الواي يطلع ايه هيطلع زيرو ايا كان الدايره اللي هتجي لك طالما انت فاهم اساسيات الدنيا معاك هتبقى سهله الاكس اور اتنين انبوتس بتوعها متشابهين يبقى الاول بزيرو الاتنين انبوتس بتوعها مختلفين يبقى الاول هيطلع ايه هيطلع 1 تمام يبقى زي ما اتفقنا الاثنين هنا متشابهين فالاوتبوت بتاع الاكس اور طلع كام؟ طلع زيرو. بعد كده الاكس ده اكس اورنج مع الزيرو احنا اثبتناها من شويه ان هو هيطلع مين؟ هيطلع الاكس هو هو نفس الديجيت. قلنا ازاي؟ لو الاكس ده بصفر صفر اكس اورنج مع الصفر متشابهين يديك هنا ايه؟ صفر يعني الصفر هنا هو الصفر هنا تمام يبقى هو هو نفس الاكس. طب لو الاكس ده كان ب 1 يبقى ال 1 اكس اورنج مع الزيرو مختلفين فيديك ايه؟ يديك 1 يبقى ال 1 اللي هو الاكس هو هو نفس الاكس اللي طلع كان مين؟ الاكس. طب الاكس اكس اورنج مع الاكس متشابهين يبقى الاوت بتاعك يطلع ايه؟ يطلع بزيرو. لحد كده يا شباب انا خلصت الفيديو بتاع النهارده زي ما اتفقنا انت عندك ثلاث انواع من الاسئله يا اما اسئله ان انا بديك الدايره ايا كان الدايره شكلها عامل ازاي تمام وزي ما اتفقنا الموضوع مش صعب وبديك انبوتس واقول لك الاوت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. تاني حاجه ان انا اديك دايره معينه واقول لك هي ايكويفلنت او مكافاه لانهي جيت او مكافاه لايه ممكن تبقى مكافاه لهاف ادر مكافاه لفول ادر مكافاه لاكس اور مكافاه اكس نور مكافاه لنان ايا كان تمام وتالت نوع ان انا اقيس مدى فهمك للماده العلميه نفسها ان انا اجيب لك كام سؤال على الجزء اللي احنا ايه اشتغلنا لحد كده يا شباب احنا خلصنا الفيديو النهارده وبالتوفيق ان شاء الله واتمنى لكم التوفيق كده والنجاح والسلام عليكم.